السلام عليكم ورحمه الله حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بتمام الصحه والعافيه. اليوم باذن الله غادي نديروا حلوه الطورنو ولا حلوه الطابع اللي ما تخلى منها اي بيت جزائري في سواء في المناسبات او الايام سائر الايام. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه. راني عاود درتها لكم اليوم، ان شاء الله جبتها لكم بالطليه، والمقادير درتها لكم بطريقه اخرى باش كاع ان شاء الله ديروها وتفرحوا بها. نتمنى من الزائرين في القناه يشاركوا بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو، اكيد تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من الوصفات. نشوفوا المقادير والكيفيه مع بعض. نبدأ بسم الله أخواتي في المقادير. اليوم إن شاء الله حلوة الطابع ولا الطورنو جبتها لكم بالعبر، مشي كيما الوصفة اللي فاتت اللي حطيتها لكم بالكأس. اليوم حباباتي جبت لكم بالبول، نتوما العبر اللي بغيتو تدوه، تبغو تدو كأس، تبغو تدو بول ولا غرفية أو صحن أو كما تشاؤون. حبيباتي هنا عندنا عبر نفس القياس من البيض الكامل، نفس القياس من الزيت النباتي العادي، نفس القياس من السكر المبلور العادي، 2 خميرة كيميائية من وزن 20 غرام 10 في 10. عندنا قشور ليمون أو برتقال، هنا سبق درتها معكم في المنكهات الطبيعية بديل الفانيلا، وهنا عندي فانيلا سائلة، اللي ما توفرتش سائلة ديروا سكر بالفانيلا. نبدو حبيباتي في الوصفة، واعتذر حبيباتي ما قلت لكمش الدقيق الابيض ولا الفرينه، على حسب ما تلمنا العجينه او على حسب تطلب العجين. نبدو حبيباتي بسم الله، نحطو البيض، مكيال من البيض مع مكيال من السكر نفس الكميه، نبدو نخدمو فيها بالفوي او المضرب اليدوي حتى تصبح لي هذا الخليط يصبح خليط ابيض. اخواتي بعد ما انتهيت من الخفق شوفوا هنا يولي لكم كل شيء متجانس وهذاك السكر قاع يذوب. اخواتي نحطوا كميه الزيت، مكيال الزيت، نضربوا ثاني، نمزج كل المكونات حتى يدخل الزيت مع البيض والسكر. هناكم تشوفوا الخليط كي ولا املس. نحطوا هنايا قشور البرتقال او الليمون، هنا مكثره شويه لاني نحبها بزاف في هذه الحلوه، اكيد عطر فانيلا باش تجي من السما غايه، متجيش ما تجيناش فيها ريحه البيض. نديرو ملعقة صغيرة. أخواتي بعد اللي مزجت كل المكونات جيدا، الآن راح نضيف الفارينة أو الدقيق الأبيض. نضيف الفارينة أو الدقيق الأبيض على الدفوعات، في هذه المرحلة نضيف معها الخميرة الكيميائية اللي هي كيسان من الخميرة الكيميائية ولا لا ليفيغ شيميك او الفرفاره، ما يعادل 20 غرام، لان هذه الحلوه غادي تجيكم تجي خامره. نزيدوا كل النواشف مع بعضهم، دروك نبدا نخلط فيها. نجمع حباباتي اول شيء بالملعقه باش ما تلصقليش في يدي، ومن بعد نجمعها بيدي كما رانا متعودين في الحلويات بدون عجن اكيد، غير نلمو. انا نجمع عجينتي ونوريكم القوام تاعها باذن الله. اخواتي ها هي عجينتي بعد لي لميتها، كما راكم تشوفوا عجينه طريه، ها هي العجينه، نقدروا نشكلوها. هنا اخواتي غادي نجيبوا الطوابع اللي غادي نخدموا بهم الطورنو، كاين عده اشكال، عفوا كاين القلب، كاين الهلال، كاين حتى اشكال تاع حيوانات، كل وحده والطوابع اللي عندها. المهم حباباتي غادي نبداو نشكلوا في الحلوى تاعنا، نوجدوا الفوغ يحمى على اقصى درجه، من بعد نقصوا له حتى 180 باش نطيبوا الكاطو تاعنا.
نبداو حباباتي بسم الله. اخواتي غادي نبدا بسم الله نشكلوا في العجينه تاعنا. اول شيء غادي نديروا الفرينه باسكو هذه العجينه فيها السكر والزيت وتبدا تلصق لكم في الطابله ولا البوطاجي ولا البلاصه اللي كنتو تخدموا فيها الكاطو تاعكم. نبداو حبيباتي اون بول كما راه متعودين نديروا في الحلوى الجافه، ها هي غادي نخدمها بيان كيما هكا نزير عليها. نحطها هنايا، نجيب الوراق ولا الحلال نحلها على السمك، يكون شويه تكون شويه غليظه هاد الحلوى لاخاطرش كيما تعرفوا الطرنوج غليظ ما يجيش رقيق كيما الحلويات الجافه الاخرى. هنا راني حليت كل العجينه تاعي. دروك حبيباتي جيبوا الطابع اللي بغيتو، سوا قلت لكم قلب سوا دائره، انا صايرني شكلت الحليبات تاعي وغادي نزيد معاكم. دروك جيب طابع تاع القلب تاعي ونبدا نطبع بسم الله. شوفوا كي تطبعوا ها هي الحبه تاع الكاطو السمك تاعها قداش يكون، راكم تشوفوا هذه هي مع الاختمار، عمل الاختمار ولا التفاعل مع الفرفاره ولا لاليفيغ شيميك غادي تضاعف لنا الحجم تاعها. نحطوها هنايا في بلا ونواصل هكا. هنا كي تغرسوا الطابع تاعكم تحسوا به بلي راه يدخل هكا، تعرفوا لي بيسور تاع تعرفوا السمك تاع العجينه بلي هذاك هو اللي كتحقوه. هاد الحلوه اللي قنديروها في العيد نديروها في كاع المناسبات، نشربوا بها قهوه، ما كاش الدار اللي ما ديرش الطورنو. اليوم ان شاء الله بغيت نديرها لكم بالطليه. جيبوا البلا ديجا انا دايره واحد الحزوج حبيبات هنايا، رصوها في البلا شاولا وسعوا بيناتهم باسكو غادي يختمر. ها هو حبيبات الكاطو تاعي، دروك غادي ندخلها على درجه 180 بصح نطلعها كاع في الشبيكه الفوقانيه ولا في الرف الفوقاني، علاش باش يطيب في غرضه ويتحمر لي غايه ويجيني واحد لافورم فورما شابه للكاطو. شوفوا كي غادي ندخلو للفوق حبيبات كيما راكم تشوفوا الفوق تاعي راني شعلت على 180، غادي نبدا ندخله هنا يطيب على الرف الفوقاني كيما وريت لكم هكا ونخليه يطيب ونشوفه حتى كي يحمر لي من تحت. اخواتي ها هو الحلوة الطورنو تاعي ولا حلوة الطابع امامكم، بعد ما طابت خليتها بردت ها هي طيب لكم من تحتها بهذا الشكل. ها هو السمك تاعها. وهنا بجانب حباباتي راني موجده الطليه اللي سبق درتها معاكم في الفيديو السابق، ها هي الطليه. وهنا عندي هذا الفيرميسال كولوري ولا الحلوه تاع الشوربه، نبداو نزوقوا بها الحلوه تاعنا. نبداو حباباتي اخواتي الاولى غادي نقسم الطليه تاعي ولا الكلاصاج، غادي ندير دو كولور، نخلي البيض اكثر باش كاع لبقات لي ولا نخليها بيضه. هنا نجيب ملون احمر كما تعرفوا الطورنو يجيب بزاف غوز ويجي ابيض، ندير هنا الملون مع الذوق نخلط بالملعقه كما راكم تشوفوا ها هو اللون تاعه. نجيبوا حبه الكاطو تاعنا نغمسوها كيما هكا راكم تشوفوا ونرفدوها بهذا الشكل، حطوها هنايا تكتر وهنايا ديروا لها الفيرميسال الملونه حاولوا ديروها على الوجه تاعها. ها هي الحبه تاع الطورنو الاولى، غادي نكمل انا كل الحبات كيما هكا ونخليهم ينشفوا بعد نوريهم لكم في صحن التقديم باذن الله. اخواتي ها هي الحلوه امامكم في صحن التقديم، ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله تاخذ رضاكم وتجربوها. اكيد نقول لكم تخلوها تبات ليله كامله باش تنشف غايه وتشد غايه هذا الكلاصاج ولا هذه الطليه، ان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا. صحه عيدكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات مقبله باذن الله.